تطور لافت سينقل الحرب الروسية الأوكرانية لمستوى جديد ويفتح بابا من التكهنات حول مسار المعارك في الفترة القادمة. من السويد التي باتت تعد أيامها للانضمام إلى حلف الناتو، يخرج الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي برفقة رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ليعلن عن تطورات سيكون لها صداها البالغ على الجبهات المحتدمة في الأراضي الأوكرانية. فإلى جانب منح السويد رخصة لكييف لتصنيع مركبات CV-90 القتالية السويدية داخل أوكرانيا والتعهد بمنحها عددا من المدافع الأرضية المتقدمة، كانت الخطوة الأكبر في الكشف عن بدء الطيارين الأوكرانيين عمليات التدريب على استخدام المقاتلات الجوية السويدية GAZ-39 غريبن التي تمت صناعتها وتطويرها خصيصا لمجابهة المقاتلات الروسية حال اندلاع حرب في المحور الإسكندنافي. وتعتبر طائرة GAZ-39 غريبن من الطائرات المقاتلة المتعددة المهام، وهي من تصميم وصناعة شركة ساب السويدية. تتميز بقدرات عسكرية وقتالية متقدمة وتكنولوجيا عالية الجودة تجعلها ضمن أفضل أسراب المقاتلات الجوية في العالم، وصممت بدرجة أولى لتكون سريعة للغاية ومرنة في المناورات الحربية الجوية، فهي تستطيع أن تحلق بسرعات تصل إلى ضعف سرعة الصوت، ولديها نطاق قتالي فعال يصل إلى 800 كيلومتر مما يمكنها من تنفيذ ضربات على مسافات بعيدة. كما تحمل الطائرة تشكيلة متنوعة من الأسلحة من صواريخ جوجو التي تستخدم لإسقاط الطائرات المعادية وتوفير الغطاء الجوي للوحدات القتالية على الأرض، كما تحمل صواريخ جو أرض لضرب الأهداف الأرضية وتعتمد على أنظمة قتال إلكتروني. وأحد أبرز ما يميز طائرة غريبن هو نظام الرادار المتقدم والأنظمة الأفقية والتي تسمح بتقدير دقيق للمسافات بين الأهداف وتتبعها، كما أنها مجهزة بتكنولوجيا الاتصال المتقدم التي تسمح بالتعاون الفعال بين وحدات مختلفة جوية وأرضية وبحرية في ساحة المعركة، وهي من بين الطائرات المقاتلة الأكثر فعالية من حيث التكلفة، حيث يقدر سعرها بحوالي 60 مليون دولار للنسخة المتقدمة منها، وقد تم تصديرها سابقا إلى عدة دول مثل جنوب أفريقيا وتايلاند والبرازيل. وعند مقارنة غريبن السويدية بالطائرات الروسية مثل مقاتلات ميغ وسوخوي، نجد أنها تتفوق على الروسية بكونها أخف وزناً وأكثر مرونة في الحركة. ومن ناحية التكنولوجيا، تحافظ الطائرة السويدية على مستوى عال من التقدم التكنولوجي، خصوصاً في مجالات الرادار والاتصالات، وهو ما لا تحظى به الطائرات الروسية التي تعتمد أنظمة تشغيل قديمة نسبية. وسيكون تأثير دخول هذه المقاتلة إلى الحرب الروسية الأوكرانية كبيراً للغاية، ويحل العديد من الإشكالات التكتيكية والاستراتيجية للجنود الأوكران، فهي ستوفر غطاءً أفضل لهم للتحرك على الأرض، وقد يستعملها الجيش الأوكراني لإسقاط طائرات روسية. والحديث عن دخولها للحرب يتزامن مع موافقة الولايات المتحدة على منح كل من هولندا والدنمارك طائرات F-16 لأوكرانيا، لكن الغموض سيبقى حول طريقة رد بوتين والجيش الروسي على امتلاك الأوكران لمقاتلات جوية، ولن يتضح إلا بعد دخول هذه الطائرات فعليا في لعبة الحرب المستعرة.